طيب بما اننا بنتكلم على قطاع الناشئين، تعالوا نروح لتقرير مهم جدا عن اسبوع من الانتصارات لفرق القطاع، ونرجع عشان نكمل كلامنا في ملعب الناشئين. أسبوع الانتصارات في قطاع الناشئين، أسبوع ولا أروع للفرق في مختلف القطاعات. ضمن دوريات الجمهورية انتصارات مدوية وكرة جميلة، وشاهد الجميع كرة قدم رائعة وجميلة ومثيرة في كافة المباريات بمختلف الدوريات، والهدف الوحيد إسعاد الجماهير وتجهيز تشكيلة من المواهب الشابة. وفاز فريق الزمالك 2004 على أبو رجوان بسبعة أهداف لهدفين، وقع عليها عبد الغفار أنور ومحمد صبيح وتيتو وأحمد عادل ومحمد أسعد ويحيى حسن. وفاز فريق الزمالك مواليد 2005 فوزاً غالياً على أسيوط برباعية نظيفة في مباراة جميلة، سجلها ياسين حافظ هدفين وأحمد خالد وعمار ياسر. وفاز فريق الزمالك مواليد 2008 على رأس غارب بثلاثية نظيفة في مباراة تفوق خلالها الأبيض، سجلها محمد حمد هدفين وعمار ياسر هدف. وفاز فريق 2009 على بتروجيت بخمسة أهداف نظيفة في لقاء من أروع لقاءات الفريق، سجلها حسين الأشموني هدفين وأحمد صفوت هدفين وأحمد محمود هدف، ليرسم لاعبي ومواهب قطاع الناشئين الابتسامة على وجوه جماهير الزمالك الكبيرة في كل مكان.